السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله متابعينا الكرام أينما وحيثما كنتم. من هنا من مكة المكرمة نحييكم ونتمنى أن تحوز دائما تغطيتنا على رضاكم واستحسانكم. من أحد مرتفعات مكة والمطلة على محبس الجن ومشعر منى والعزيزية، كذلك يظهر معنا في الجهة المقابلة جبل النور وجبل ثبير والعدل وأحياء عديدة من أحياء مكة القريبة من مشعر منى. وهذه إطلالة صباحية مع أجواء جميلة وغائمة. هذه السحب وتقريبا هناك أمطار على جهة الشرائع نعم، هذه إطلالة صباحية من أحد القمم المطلة أو المرتفعات المطلة على محبس الجن والعزيزية ومشعر منى، ونشاهد في الصورة الجمرات وجبل ثبير وخلفه جبل النور. هذا الآن جبل ثبير، وخلفه نعم خلفه هذا جبل النور. يظهر مع هنا محبس الجن في هذا المكان، محبس الجن. هذا الممشى، هذا الممشى المؤدي من مشعر منى إلى الحرم المكي الشريف. الحرم المكي الشريف الآن هو خلفنا، على اليمين واليسار الفنادق لمحبس الجن، أما هذه فهي العزيزية. نشاهد السحب وهذه منطقة العدل. طبعا في الخلف يكون برج الساعة. الآن هذه الإطلالة على الحرم المكي الشريف وعلى برج الساعة والأحياء التي تكون بعد، مثل شارع إبراهيم الخليل وحي الطنباوي والخالدية. يظهر معنا كمان الخالدية وحي الرصيفة. هذه إطلالة جميلة على الحرم المكي الشريف وعلى مدينة مكة عموما. ما شاء الله تبارك الله، أجواء جميلة جدا، سحب وهواء يعني يميل للبرودة. يظهر معنا الجزء من المسعى، إذا كان نعم جزء من المسعى. هذا برضو الدائري الثاني، الدائري الثاني، ويكون الحجون بعد على يمين الدائري الثاني، منطقة الحجون. أما هذه فهي غزة. راح نشاهد معكم إطلالة أخرى
ابقوا معنا. ما شاء الله، الصورة هنا تتكلم. بدأت الشمس تطلع على جبل النور، طبعا كما قلنا سحب ما شاء الله كثيفة، ومن هنا إشراقة الشمس من جهة الهدى والطائف. يا جمالك يا مكة، ويا جمال أجوائك، وعلى هذه الإطلالة الجميلة لو طبعا تقريبا فنادق محبس الجن غير مشغولة يعني بالكامل، ما نشوف كثافة بشرية في محبس الجن، ونشوف أعمال الصيانة على قدم وساق تقريبا في ممشى، في ممشى تحت الأرض، في نفق عبور مشاة تحت الأرض لا زال تحت الصيانة. أعتقد الأغلب شاهد محبس الجن من الأسفل، من الأعلى تقريبا. هذه أول صورة عبر قناة سبيل مكة. طبعا أشوف في جبل كبير نفس زي الوادي الأخضر، جهة العدل أشوف الشمس هناك. طبعا احنا نبغى الغيوم ونبغى الأمطار ونبغى ما شاء الله يا أجواءك يا مكة. استمتعوا معي بالصورة، أتمنى أنها نالت إعجابكم، وراح ننتقل بالكاميرا أو بالصورة إلى مكان آخر. ابقوا معنا.